احنا حطينا كده الفراولة زي ما انتوا شايفين. الفراولة بنغسلها بمية ساقعة وفيها نص معلقة خل صغيرة، نص معلقة شاي خل أبيض صغيرة، ونغسلها كويس جدا. وبعدين صفيناها في المصفى، وبعدين قسمناها انصاص بالعنقود بتاعها، وبعدين حطيناها على ورق زي ما انتوا شايفين كده، ورق مطبخ تحت وفوق تحت وفوق. انا عايزاها تكون ناشفه تماما. اوكي اوكي. بقيه المقادير فراوله بحشو التشيز كيك. فعندي فراوله، كوبايه من الجبنه الكريمي، معلقه كبيره معلقتين كبار من المربى الفراوله من غير قطع اللي هي المربى الكريمي او مضروبه كويس يعني لو احنا عاملينها في البيت، معلقه كبيره سكر بودره، معلقه صغيره روح اللوز اختياري مش اجباري، لون احمر او بينك برضو اختياري، وشويه فارماسيل كده للتقديم. اوكي. وعندي شويه برضو كريم شانتي عشان اخف بيهم الجبنه شويه، انا بحس ان الجبنه لوحدها طبعا الطعم هيبقى قوي قوي، فشويه كريم شانتي هيظبطوا الايه الاداء. اوكي اوكي. اعمل ايه؟ احط هنا كريم شانتيه، واحط عليه روح اللوز. روح اللوز الحلو مش المر لحسن يبوظ لكم الدنيا تدعوا عليا. سكر بودره، لون انا محتاجه حبه صغيرين قوي، مربى، جبنه كريمي من غير مش مطبوخه ومن غير ملح وفي درجه حراره الغرفه، ثلاث ملاحيظ واضرب. هتتحكموا في اللون بكميه اللون اللي هتحطوها، انا مش عايزاه يبقى غامق قوي عشان هحطه على الفراوله، فعايزه يبقى فيه فرق في اللون يعني ما يبقاش. اوكي. هجيب طبق نرص الفراوله. اوكي. نحط فراولات كده على طبقنا الصغنون اللي قد الفراولات اللي عندنا كده اهو الحشوه. وبعدين تعالي اشتغلي بدالي بقى. لا تعالي اشتغلي بدالي. وادي الحشوه اهو يا مدام روحيه. ازيك يا اميره؟ ازاي حضرتك؟ اجي اشتغل بدالك انا؟ ده انت تنوري ويزيدنا شرف. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. يا رب يخليك يا مدام روحيه. دي بس رضوى راجعه من الخارج بترازي فيا شويه. ربنا يخليكي كده. يا ربنا يخليكي يا مدام روحيه. والله انت يا اميره واسم على مسمى يعني. تسلمي لي يا رب، ده من ذوق حضرتك كتر خير. ربنا يخليكي كل سنه وانت طيبه ومناسبه عيد الحب. وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. الله يخليك. بقول لك يا اميره انا عندي فرصه بلدي. نفسي اعملها حاجه غير ان انا اسلقها او اي حاجه. قولي لي على طريقه. تسلم عينيكي. تسلم عينيكي. عيوني. حاضر. اهي. الفراولات نحط تاني ولا ايه؟ مش عارف اهو. يبقى دي الحشوه بتاعت التشيز كيك وادي الفراولات. فكره ظريفه ولطيفه ومش مكلفه ومش صعبه اهو. عايزين كمان على فكره تحطوا لها في الزينه شويه بسكوت مجروش. اوكي ليه لا؟ الم دنيتي كده واخد شويه سبرينكلز برضو مش اساسي خالص، احنا بنحاول نعمل حركات يعني. من غير الحركات الوصفه برضو هتبقى ماشي حالها. ها مفيش مشكله.